تحالف السيادة، أنت تتحدثين عن تحالف مع الإطار. نحن كنا لدينا تحالف ثلاثي مع سماحة السيد الصدر والتيار الصدري ومع الحزب الديمقراطي بزعامة الأخ مسعود البرزاني، لكن ما أن انسحب السيد الصدر وقدمهم جميع النواب استقالات من مجلس النواب العراقي، وما كنا نتمنى هذه الخطة، ولكن قد يجوز السيد الصدر دائما ظل يعني عنده فد رؤية وعنده فد شيء بباله، قد يجوز يخفي عني وعنك وعن الجمهور. المهم اللي صار أنه كتحالف سيادة لم يبقى لدينا خيار ثالث سوى التحالف مع أو الإطار. المضي بتشكيل حكومة مع الإطار التنسيقي والكردي، اللي هو بطبيعة الحال دستورنا بني على ثلاث مكونات اللي هي المكون الشيعي إخوانا الأخ الأكبر والكرد والسنة، وانا طبعا هاي كلمه سنه وشيعه شوي، بس لكن هي واقع حال صارت عرف سياسي يعني بلد ومضينا بتشكيلات، والسيد الحلبوسي والشيخ الخنجر يعني ابذلوا جهود استثنائيه في سبيل تقريب وجهات النظر ما بين الاخوه الكبار اللي هم التيار الصدري والاطار، ولكن للاسف الشديد لم نستطع ان نمضي قدما في حرحله هذه العقد. ولكن اليوم التيار الصدري مضى بانتخاب تشكيل الإطار، مضى بانتخاب رئيس الجمهورية بعد أن السيد مسعود البرزاني تنازل وسحب مرشحه، بالتالي راحت للجماعة البكتي اللي هم جماعة إمام جمال الاتحاد، وبالتالي تم انتخاب السيد لطيف هو رئيس جمهورية العراق، ومن ثم قاموا الإطار التنسيقي بتكليف يعني الأستاذ محمد الشاعر السوداني. وهذا الرجل يعني أنا شاهدت به مجروحة، وإن كان أنه أنا ما تعاملت إلا من خلال هاي الفترة القليلة اللي هي مضت سنة كعضو مجلس النواب العراقي، ولكن بحكم أنا موجود بالحكومة من قديم ضمن حكومة الأنبار المحلية كعضو مجلس محافظة وكمعاون المحافظة، أعرف أداء هذا الرجل بغض النظر عن التحفظات للسيد الصدر عن تشكيل الحكومة. وأعتقد اليوم السيد الصدر ما عنده اعتراض على شخص السيد السودان، بقدر ما عنده اعتراض على الآلية وتشكيل الحكومة. أنا أنصح كل الفرقاء السياسيين أن اليوم السيد الصدر رقم صعب ولا يمكن تجاوزه، عليه اليوم أن نكسب وده بالتحاور معاه، شوف يعني ما هي المعطيات، شنو رؤيته، لازم إشراك، لأن يعتبر هو ثقل أساسي ما ممكن لا أنا ولا الإطار ولا سيد مسعود تجاوز.